السيدات والسادة الخبراء والأساتذة والباحثون، السيدة والسادات الإطارات، ضيوفنا الكرام، الحضور الكريم، أسرة الإعلام، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أتواجد معكم اليوم بمناسبة اختتام فعالية هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، والذي ينظمه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تحت إشراف قطاعنا الوزاري حول موضوع الوقاية من المخاطر المهنية. أود أيضا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للخبراء والباحثين والأساتذة الذين لبوا دعوتنا من داخل الجزائر أو من الخارج لمشاركة في أشغال هذا المؤتمر. في الحقيقة أنا تمنيت أن أكون معكم خلال هذه الأيام الثلاثة، لأني في مسيرتي المهنية كنت مسؤول على مؤسسة بناء كان فيها حوالي أكثر من 1000 عامل، وكانت عدة ورشات، وهذا يعني الأخطاء المهنية كانت بعض الأحيان تتسبب في مأساة اجتماعية، ولهذا أنني مقدر يعني أهمية هذا الموضوع، ولهذا أنتظر بفارغ الصبر يعني القرارات اللي يخرج بها هذا المؤتمر حتى نحاول باش نغير يعني القوانين اللي تسير هذا القطاع حتى تتكيف مع، لأن الأمور وظروف العمل تتطور والقوانين لازم لها أن تتكيف مع هذه الظروف. كما أشكر إطارات المسيرين من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والعمومية والخاصة الذين حضروا وشاركوا بشكل فعال في هذا الحدث العلمي التحسيسي. إن هذا التفاعل هو مؤشر إيجابي على الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسيها الوقاية من الأخطار المهنية في مؤسساتنا وفي عالم الشغل عموما في بلادنا، وهي تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تشجيع وترقية البحث العلمي وجهود التعليم والتكوين والتشاور وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة في الوقاية وتعزيز معايير وقدرات الوقائية. إن التصدي للمخاطر المهنية يعد من الرهانات في مختلف قطاعات النشاط، ولا سيما تلك التي تعرف حوادث العمل والأمراض المهنية، نظرا لما لها من انعكاسات سلبية ومخاطر على الأشخاص والاقتصاد في آن واحد. سيدات والسادة، تشير الإحصائيات في هذا الصدد إلى انخفاض تدريجي لحوادث العمل خلال السنوات الأخيرة، وهو انخفاض يأتي نتيجة للجهود المبذولة في مجال التحسيس وتحسين شروط العمل وترقية معايير الوقاية في أماكن العمل، وأيضا الرقابة من قبل كل المصالح التابعة إلى القطاع علما لأن الدستور الجديد للجزائر في المادة 89 ينص أن يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة. يعني هذا النص صريح في الدستور المادة 89 أن يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة، وعليه فإن تعزيز مستويات عالية من السلامة والصحة في العمل هي مسؤولية الجميع أو المجتمع ككل. إننا جميعا مدعوون حكومة، أرباب عمل، ممثلين العمال وعمال، للمساهمة كل من جهة في ترقية الاقتصاد الوطني في ظروف تراعي صحة وسلامة الأجراء التي هي أولوية لا يمكن التغاضي عنها. إن الاستثمار في آليات الصحة والسلامة في العمل من شأنه تطوير أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وذلك من خلال نظام متكامل من الحقوق والواجبات والمسؤوليات. وأود أن أشير في هذا الصدد إلى أن تخصيص برامج وميزانيات لتعزيز الصحة والسلامة تعد استثمار إيجابي أو مربح بالنسبة للمؤسسة بقدر ما تعود بالفائدة على العمل. هذا يدل على أن الاستثمار في الوقاية بغض النظر عن كونه واجب والتزام قانوني يعد أيضا استثمار،
وكلنا نقول يوميا بأن الوقاية خير من العلاج، وتكلف أقل بكثير من العلاج ماديا ومعنويا واجتماعيا. السيدات والسادة، إنه على الجميع، ولا إننا أو ما يفرض علينا أننا جميعا بذل المزيد من الجهود في مجال التحسيس والإعلام من أجل تكريس ثقافة وقائية وسلوك فردي وجماعي آمن في أماكن العمل، ولن يتأتى ذلك دون مواصلة وتعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين في المجال وتشديد المراقبة في مجال تطبيق القوانين المدعمة بالحوار الاجتماعي في هذا المجال. في الختام، أرجو أن هذا اللقاء كان فرصة لنا جميعا لتبادل التجارب والخبرات، وأن ترقى التوصيات التي ستنبثق عنه إلى طموحات العمال في تحسين ظروف عملهم ووقايتهم من مخاطر المهنية. شكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.